وهاد القرا بحال القرا وهاد القرا بحال القرا عيش حال زوينين جاج لا ماشي جاج جاج هاي من الداخل الثمن ديالهم 2.79 €. فيهم الصغار وفيهم الكبار دايرين 4 €، وفيهم لي كولور. شوفوا هذا المعطر هذا ديال الفراش، حقيقه جربتو الرائحه تاعو ما شاء الله، فيه ديال العود، فيه بزاف ديال الاشكال. الثمن ديالو 4 €. شوفوا هاد القراعي ديال الزيت شحال زوينين، دايرين 1.29 €. 1.29 €. شوفوا هاد الخبز هذا تاع لي ساندويتش 1.59 €. صراحة هاد اش ماركت فيه كل حاجة رخيصة. هادو ثاني هادو دايرين 0.75 €. شوفوا هنا هاد اللي بغاوني 1.49 €. هنا لي بندوش مارساي 1.29 €. هادو فا 1 €. هنا أتاي هذا 777 2.39 €، وهذا تاج 5.49 €. هذا 9371 2.89 €. هذا 411. الصراحه هذا هو اللي كيعجبني انا، هذا 3.49 €. هذه الجلبانه 1.03 €، يعني هاد الاش ماركت راه كلشي فيه رخيص. هنا الحمص 1 €. هنا العدس 0.59 €، يعني هذا راه جاهز، غير الواحد يصفيه ويدير ليه واحد 5 دقائق وياكل. هنا الزيت، زيت الزيتون والسوس، هادي 6.49 €. هادي لا مارك الاخرى، هادي 2.49 €. حقيقة انا كتعجبني هادي كنديها. هادي ما فيهاش الملح. هنا التفاح 2 € الكيلو 1.49 €
99 سنتيم. هنا الكيوي لا بياس 0.49 سنتيم الوحدة. هنا البرويد 2 أورو الكيلو بالأشكال ديالو. النوع الثاني ديال التفاح 3 أورو الكيلو. البرقوق ولا كل واحد واش يسميه حقيقة ما عرفش الاسم ديالو. برين روج 2.49 أورو سنتيم الكيلو. ديال الكيوي هذه 1.59 أورو سنتيم. هنا المانغ 1.29 أورو سنتيم لا بياس الوحدة ماشي الكيلو. بواط ديال الفخيز فيها كيلو. هادي دابا 3 أورو والفخيز جديد صراحة. هنا لافوكا ما غالياش 2 أورو الشبكة بحال هكا. هنا العنب 1.19 أورو سنتيم لابواط بحال هكا باك بحال هكا. هنا الاناناس 2 أورو لا بياس. هنا ساشي هذا ديال التفاح 2 أورو. هاد الشاشي هذا فيه 2 كيلو. هذا الوقت ديال التمر ما شاء الله التمر موجود. هنا هاد لابواط مع السليبان هادي دايرة 4 أورو. هاد لابواط تاني تاع التمر هادي 7 أورو. التمر ما شاء الله موجود. هاد التمر ثاني الشكل ديالو يبان عاطي العين. هذا 6 أورو. التمر هذا ما شاء الله على البنان هذه 1.19 أورو سنتيم ما شاء الله. أنا غودي 19 سنتيم الكيلو. هنا الليمون كل شيء جديد 1.19 أورو سنتيم
حقيقه انا كنفضل نتقدى هنايا، كيجينا رخيص رخيص على شحال ديال البلايص، على المارشي، على بزاف الحوايج. هنا محمد انو غوديز 9 سنتيم. هنا الليمون شكل ثاني، هنا انو 59 سنتيم. هنا الحامض كذلك 3 أورو الكيلو. هنا كليمونتين، دو أورو الكيلو. هنا الشي فلور راهو كيشهي مع شي طاجين تاع الدجاج. هنا أنورو، أنورو الكيلو لا بيس، أنورو الوحدة، ولكن راهو جديد. هنا لفت نافيت، هنا 2 أورو الكيلو جديد، كل حاجة هنا جديدة الخير موجود. ها هنا البسباس ولا شنو سموه، مانيش عارفة الاسم تاعو. هذا 2 أورو 49 سنتيم الكيلو. هنا اللفت 2 أورو الكيلو. اللفت بالألوان ديالو الأشكال، ها اللون تاني هذا 2 أورو الكيلو. هنا الكورجيت توا بالأشكال ديالو الكيلو 2 أورو 49 سنتيم. هذا 3 أورو الكيلو ولكن صغير وجديد زعما كيعجبني هذا الصغير. هذا 3 أورو الكيلو. هنا هو أغل كيلو. هو انا اللي بغي يدير لنا شي قصه ديال الطعام، ها هي الخضره منوعانه في هاد لابواط هادي، ما يحتاجش يتقدى كل شيء، انا كل شيء مجموع. فيها اللفت، فيها البصله، فيها الجزر، فيها كل شيء. هادي دايره 2 أورو الكيلو. هنا بواف، بوافرو ما عرفش الاسم تاعو. هذا المهم داير 1 أورو 19 سنتيم الكيلو. شحت انا السميه. انا ثاني هذا 1 أورو 49 سنتيم. هذه البصله 1 أورو 49 سنتيم. بيزو أورو 49 سنتيم. هذا أورو 69 سنتيم. هنا اللوبيا 2 أورو 99 سنتيم.
الكيلو 3 أورو. حقيقة هاد الشماركيت راه ماشي شي حاجة صغيرة، راه كبير يبغي الوقت، خصنا نهار آخر باش نصوروه كامل. هنا القرع الأحمر هنا دو أورو الكيلو، يعني جديد. هنا كذلك الأنواع ديال البصلة، يعني كل نوع والثمن ديالو. بحال هادي دايرة 1.49 أورو، الشاشي بحال هكا. هادي تاني ما وصلش 1 أورو الشاشي. هنا البالك ليموس 0.69 سنتيم لا بياس الوحدة. هنا الرمان 2.49 أورو الكيلو. هاتاني لي فخوماج بالاشكال تاعو، هاني جاية. هادو 2 أورو. يعني مازال ندير معاكم فيديو تاني باش نقدر نوريكم كل شيء. هنا هادو لي ترونش تاع الفرماج ديال لي ساندويتش 2 أورو، 2.79 أورو. هادي الهرقمة سميتها هرقمة 5 أورو. شحال فيها كيلو ولا شحال كتر؟ هنا لي كوكلي 4 2 أورو. ثاني اللحم ها هي 2 كيلو 588 غرام، هادي 10.22 أورو. ما شاء الله، يعني